خالص. اللي جابك هنا انت هو يا كوريا؟ الحيوانات دول دخلوا بيقولوا لي كلام سافل وقليل الادب. نعم نعم نعم، بتقول ايه يا حيلتها؟ هو اياد انت هو الشيطان يعمل معاك الغلط ده؟ انتوا وقعت ابوكم هباب دي الرجاله انت هو تخشوا محل الناس تسرقوهم. بس انا ما كنتش اعرف انها تخصك يا استا كوريا. نعم يا حبيب امك، ما تعرفش انت هتقرنبني وانتوا وراكم حاجه طول النهار اللي هتسجحها والمرازيه مخلله في الحاره، ما تعرفش ازاي؟ بقول لك يا استا كوريا، احنا هنكبر لابراهيم وللراجل اللي معاكي وهنخلع من هنا، وكلمتين ابرك من جورنان. قال لك ما كناش نعرف، يبقى ما كناش نعرف. احنا كنا فاكرينها ولد جديد من بره المنطقه يعني. وعامه حاك علينا يا ست الخضرة الشريفة، احنا كنا فاكرينه محل جلاليب رجالي. ولا عايزين نتهبب ولا نتدلع. سلام يا عم. سلام عم وداد. سلام عم النسر. شايفة قلة القيمة اللي جبتها لنفسك بالمشخلة؟ ثم تعالي هنا، ما تنشفي كده يا اختي، ما اللي يدوسك على طرف دب بايدك في كرش وطلعي المصارين. هو انت ايه جاية من ايه؟ ما طلعتش مصارين حد قبل كده؟ ما طلعتش. عاملة ايه يا هاجر؟ والنبي ليكي وحش. ازيك يا كوريا؟ عامله ايه؟ وحشاني وحشاني قوي يا منى بواد، اصل حاسه البيت وحشه قوي. معلش يا اختي. عارفه عارفه. سكا جالي وعرفني على كوريا عشان نيجي هنا ونكلم اخوكي ويطلعك من اللي انت فيه. لا والنبي بلاش، ده انا ما صدقت انه بقى بينام، ده ما بينامش من يومها. وبعدين بصراحه بقى انا ضميري مقلبني من اللي انا عملته فيه، ومش هسامح نفسي ابدا. وخليني بقى مستحمله قعده البيت دي لحد ما يبقى يجيلي نصيبي واتجوز. وانت هتقدري تتجوزي حد غير سكا هاجر؟ الا حضرتك بتشتغل فين بقى يا استاذ فواز؟ انا بقطع تذاكر في مستشفى بوريش. اها ما شاء الله، ده العيله كده كلها في وزاره الصحه. وعلى كده ليك مين بقى في بطن البقره كنت جاي له ليله الفرح؟ واحد معرفه كده تبع العريس. وكان نصيبي الاسود اروح عشان الاقي اختي واقفه ماسكه اي شاب هناك. شوف يا استاذ فواز، انت ما تعرفنيش بس اسال عليا معرفتك، ده اللي في بطن البقره. قول له مين هي اللي استقرت الكوافير؟ هقول لك مجدع وبميت راجل. لا اعرف العوى ولا ليا في الشمال. انا من قيمه حبه كده خطيبي دخل المستشفى، كان عامل حادثه يعني، وكان بيشتغل فيها المحروس اختك، وانا كنت معاه. الصراحه بسم الله ما شاء الله، ادب واخلاق وبتاعت شغل، شغيله شغل شغل يعني، طول النهار راحه جايه راحه جايه، اللي يشوفها كده يقول مديره المستشفى. انا الصراحه مني ما حبيتها وبقت صاحبتي كده اهو. خدها مني كلمه، اختك دي اشرف من الشرف وبميت راجل بشنبها. بس احنا برضك يعني كلنا في النهايه بشر، اكيد بنغلط يعني، اعتبرها بكعبله. ده متكعبله مش بموت. والست دي زميلتها في المستشفى جايه تقول لها ان فاضل لها شهر وتتثبت في الشغلان، واختك بتحب شغلها، حرام عليك اما تحرمها منه يعني عشان غلطه مش هتتكرر تاني، ولا ايه يا هاجر؟ اللي اخويا هيحكم بيه انا راضيه بيه، هو مربيني وعارف. للاسف ما عرفتش اربي، كنت فاكر ان انا مربي راجل ممكن اتسند عليه لما اقع، لكن الضلع له وجع وجع، تيجي تعدله ينكسر. تربيتك في محلها يا اخويا، اختك ما غلطتش ولا هتغلط. وبعدين احنا مش حمل قطع الشغل ده، احنا بنحط القرش على القرش عشان يمشينا. انا مش هقطع يا هاجر عشان اقول هم مصاريفك. قطع لساني لو قلت كده، والله ما اقصد. ربنا يخليك لنا وما يحرمنا منك ابدا. يا استاذ فواز، حضرتك راجل متعلم وقاري، نزل اختك شغلها من تاني واشرط عليها باللي انت عاوزه. انا عمري ما اتعودت اشرط على اختي، طول عمرها عارفه اولها من اخرها كويس. النبي يا استاذ فواز، وما ليك عليا حلفان، اختك دي ما فيش زيها، ما تخافش احنا كلنا معاها وحواليها. اسمعها منها هي انها مش هتشوف الواد ده تاني ابدا. حاضر حاضر يا اخويا.
يلا. خلاص يا سندس خلاص. في حاجة عجبتك؟ دينا؟ اخسى عليكي، مش بتسألي عليا ليه؟ ما انا جيت اهو عشان اطمن عليكي. انا ماشي الحال كويسة، واهو المرة كمان اتفرج على المحل. ذوقك باين فيه، بس خسارة في المنطقة دي. انت بتقولي ايه؟ هو انا لو في ظروف تانية كنت هفكر افتح محل زي ده اصلا. المهم اسمعي يا لحسن، انا لازم امشي بسرعة لحسن محمد شايط وبيتخانق بقى معايا في كل حاجة. اسمعي انا مش عايزاكي تقلقي من اللي هقوله ده. نادر ساب القضية وخلاص مش عايز يكملها، بس اونكل بيطالب بعتني عشان اقول لك حابه توكلي مين غيره. سابها يعني ايه؟ سابها ازاي؟ هي لعبه؟ دي حياتي ومستقبلي. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. انا ربنا بيعاقبني على ايه؟ ليه كل الناس عماله تتخلى عني؟ في ايه يا دينا بس؟ معلش يا عايدي، كل ده هيعدي صدقيني. احنا دلوقتي قدام امر واقع ولازم تفكري حابه توكلي محامي مين غيره. انا مش عايزه اقوي محامين، خلاص ان شاء الله يحكموا عليا بالاعدام. مش قادرة افهم اللي يخلي نادر يبيعني.